ينضم معنا من لندن سيد بسام جعارة الكاتب والمعارض السوري. أستاذ بسام، بداية مرحبا بكم. النظام يواصل استخدام تعزيزات عسكرية إلى مناطق جنوب سوريا، هناك أنباء عن ميليشيات تابعة لإيران تسانده أيضا، كيف تقرأ هذا الإصرار من النظام؟ يعني دعني أقول بعد التحية، هذا ليس قرار النظام. النظام لا يستطيع أن يقرر فتح معركة لا في درعا ولا في أي منطقة أخرى، هو قرار بامتياز ويتم بتغطية روسية، بمعنى لا تستطيع قوات النظام أن تجرؤ على الدخول إلى منطقة تم الاتفاق فيها بين دول أخرى على أن تكون منطقة خف التصعيد. نعم. وبالتالي وبالتالي ما يجري الآن يعني أنه يتم بضوء أخضر من روسيا ومن إسرائيل أيضا. المطلوب الآن هو فتح معبر قصيم، فتح الطريق من الأردن إلى لبنان وأيضا إلى تركيا. أعتقد أن هناك موافقة ليس فقط دينية. هناك تحذير أمريكي من عمل وصفته حازما وملائم، يعني ردا على انتهاك النظام منطقة خفض التصعيد في درعا، يعني كيف قرأت هذا التحذير الأمريكي؟ ما مدى أهميته؟ أعتقد روسيا تعرف تماما لو كانت هناك ممانعة أمريكية لما تجرأت روسيا على عطاء الأوامر بالنظام بالهجوم في المنطقة الجنوبية. بمعنى آخر، تم عطاء إسرائيل التطمينات المناسبة وإسرائيل جربت تجرب، بمعنى تفضل أن تكون قوات بشار الأسد هي الحامية للحدود. هذه القوات دربت على مدى عقود وأثبتت إخلاصها، بمعنى لم يكن هناك أي تعكير للأمن ولا الهدوء على الحدود طيلة العقود الماضية. اللي بتقوله اليوم هذا الكلام لا يعني أن ثوار درعا لا يستطيعوا الصمود، بل هذا الكلام هو تأكيد على ضرورة. طيب، هل لا يزال هناك أستاذ بسام، هل لا يزال هناك جزء من المعارضة يعول على مناطق خفض التصعيد أيضا؟ يعني بكل أسف الجميع شرب هذا الطعم بما فيهم ثوار درعا. يعني كنا نعرف تماما أن الهدن هي خدعة وفتنة وتآمر، وبالتالي رأينا ما جرى في مناطق خفض التصعيد من الغوطة إلى الزبداني إلى بقية المناطق الأخرى. وبكل أسف يعني دعني أقول الوضع في درعا كان مختلف، يختلف عن بقية المناطق، بمعنى أن منطقة خفض التصعيد في درعا تمت ضمن توافق أمريكي روسي إسرائيلي، والأمر لا يتعلق لا بالنظام ولا بقوات، يعني خليني أقول الجيش الحر، هذا الأمر خارج. وبالتالي عندما أستاذ بسام، يعني من وجهة نظرك ما السيناريو الذي تراه مناسبا وملائما في الجنوب؟ أعتقد تماما أنه تم إعطاء نظام مهلة أيام ليس أكثر. إذا لم تنجح خطة غزو الجنوب واحتلال الجنوب تماما منطقة شرق درعا، فأعتقد المطلوب من النظام أن ينسحب ويتم البحث عن حل آخر لمسألة معبر نصيب. شكرا، نشكرك شكرا جزيلا أستاذ بسام جعارة الكاتب والمعارض السوري، كنت معنا من لندن.